صوم التطوع ابي ابي مهلا مهلا ما كل هذه السعاده حصلت على المركز الاول في اختبارات الشهر وكرمتني معلمتي ما شاء الله تستحقين ذلك وبجداره فانت مجتهده تفضل يا ابي لقد قمت بشراء هذه الحلوى احتفالا بتلك المناسبه شكرا لك يا عائشه لكنني صائم وساتناولها بعد الافطار صائم لقد انقضى شهر الصوم نعم لكن الصيام ليس مقصورا على شهر رمضان بل هناك صيام في ايام اخرى منها الاثنين والخميس من كل اسبوع وهذا ما يعرف بصيام التطوع وهل لصيام تلك الايام جزاء نعم فصيام التطوع فضله عظيم حيث قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا ما أعظم ديننا ولكن لما الاثنين والخميس تحديدا؟ لفضلهما الكبير قال صلى الله عليه وسلم ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين واحب ان يعرض عملي وانا صائم لقد اخبرتني ان هناك اياما اخرى يسن فيها الصيام غير تلك الايام نعم فهناك صيام سته ايام من شوال لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وهناك صيام تسعه ايام من اول شهر ذي الحجه وصيام يوم عرفة إلا للحاج فلا يسن له صومه، وأيضًا صيام الأيام البيض من كل شهر، وهي الثالث والرابع والخامس عشر. وكذلك يوم الجمعة أيضًا له فضل عظيم، فهل يمكننا الصيام فيه؟ لا، فهذا من الأيام التي يكره الصيام فيها إلا إذا صمنا يومًا قبله أو يومًا بعده. كما يكره افراد شهر رجب بالصوم ابي اريد ان اعرف افضل صيام التطوع افضل صيام التطوع هو صيام داود عليه السلام فقد كان يصوم يوما ويفطر يوما وصيام اليوم العاشر من شهر الله المحرم يوم عاشوراء وصيامه يكفر سنه استنتج من ذلك يا ابي ان الفرق بين صيام شهر رمضان وصيام التطوع أن صيام شهر رمضان فرض أما صيام تلك الأيام فهو سنة صدقتي لكنني أعلم أن صيام يومي عيد الفطر وعيد الأضحى محرم أليس كذلك؟ بلى كما يحرم صيام أيام التشريق وهي من الحادي عشر إلى الثالث عشر من شهر ذي الحجة وكذلك يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا حالت الغيوم دون رؤيه الهلال يوم التاسع والعشرين من شعبان جزيت خيرا يا ابي لقد استفدت كثيرا والان ساضع هذه الحلوى في الثلاجه لنتناولها سويا بعد الافطار ومن الاسبوع القادم باذن الله ساصوم معك بوركت يا عائشه ولكن قبل ان تذهبي لخصي ما تعلمته اليوم خلاصة ما تعلمناه اليوم: ما يسن صومه؟ أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، ستة أيام من شوال، صيام يوم عرفة لغير الحجيج، صيام الأيام البيض، ما يكره صومه؟ إفراد شهر رجب بالصوم، إفراد يوم الجمعة بالصوم، أفضل صيام التطوع صيام داود عليه السلام يوم عاشوراء ما يحرم صومه يوم عيد الفطر والأضحى أيام التشريق يوم الشك